دكتوره ازاي نقدر نحفز الولاد انهم يقدروا يشتغلوا، وازاي نقدر نقنعهم انهم يشتغلوا بحماس من بدايه السنه، وازاي نقدر نوفر لهم كمان بيئه ملازمه او ملائمه للتعلم جوه البيت. كل عام وحضراتكم بخير والطلبه بخير واولياء الامور بخير. السنه الدراسيه بتبتدي كده الاول بتبقى صعبه شويه على اولياء الامور، ان عايزين يعملوا كل حاجه ولسه الولاد طالعين من الاجازه. طالعين من الاجازه يعني كسلانين، يعني مش قادرين ينزلوا الصبح، يعني مش عارفين يعملوا اي حاجه غير ان انا عايزه العب. طب ازاي احفز ولادي؟ تحفيز الولاد بتبدا من اول ما يبتدوا يشتروا حاجات المدرسه، من اول ما يبتدوا ان احنا نشجعهم على مصلحتهم وعلى تفكيرهم، وازاي ان انا يهمني مستقبلي مش بالتهديد. عشان كده بيقول لحضرتك لو انت علاقتك مع ابنك او بنتك كلها اسئله واجابه وتهديد، علاقه سطحيه، ويجي بعد كده ولي امر يقول لك ايه، انا ابني ما بيحبنيش، ابني مش بيسمع كلامي، ابني دايما بيعارضني، ابني دايما بيعاندني. فلازم تحسس ابنك ان هو عشان مصلحته انت رايح المدرسه. مصلحتك دي اللي هي ايه؟ لازم تكتب انت عايز تعمل ايه وعايز تحقق ايه في مستقبلك. ده الكلام ده للكبار. طب الصغيرين هتحفزهم بالالعاب، هتحفزهم بالمكافئات. كل ما كانت المدرسه اللي في الفصل والمدرسه ممتازه جدا بتحفز الطفل ان هو يقدر يروح المدرسه ويتشجع ان هو يروح المدرسه. طيب ده ما يمثلش ضغط عليهم في البدايه؟ يعني انت رحت اول يوم في المدرسه، راجع، خدت ايه في المدرسه، عندك واجبات ايه لازم تقعد تعملها دلوقتي، طب انت ما ذاكرتش الدرس، طب يلا عشان نقعد نسمع، في صدمه هنا هتحصل. اعتقد الموضوع محتاج نسيبهم شويه اول اسبوع 10 ايام في المدرسه ونبتدي واحده واحده، متهيألي يعني. بص يا نظام حلو. من قبل خالص ما ابتدي الدراسه لازم اتفق معاه على جدول. الجدول ده انا بخليه هو يمشي عليه عشان اعلمه الاستقلاليه وان هو يعتمد على نفسه. انا ضد الام تذاكر لابنها من اولى ابتدائي، ويمكن دي هتبقى صدمه. فيقولوا لي ازاي يعني اولى ابتدائي؟ صدمه ايه ده، فكره كويسه جدا، قولي كده تاني وتالت ورابع. ضد اولياء الامور يذاكروا لاولادهم من اولى ابتدائي. واحب اقول حاجه، ان انا طبقت ده على نفسي. ابني ما شاء الله ثانويه عامه ما شاء الله، ما اعرفش انا يا دوبك بوجه وبقى انا المرشد بالنسبه له. عشان هو يبقى عنده حافز في حياته. خلي بال حضراتكم كل ما تعلموا ولادكم كل حاجه سهله هيبقوا ما عندهمش اي استعداد يحققوا اي اهداف في حياتهم. طول ما حضرتك بتبقى ايده ورجله وعينه، عشان كده بقول لهم اخرجوا من جروبات واتساب اولياء الامور. خلي ولادكم كمان يخرجوا، سيبوهم ينطلقوا لوحدهم، سيبوهم هم اللي يبتدوا ياخدوا الخطوات بنفسهم. لما انا هاخد له خطوه ان اشوف الواجب بتاعه، واخد له خطوه ان انا اتابع المدرسين، واخد له خطوه النادي واختيار صحابه، هيعمل ايه؟ عشان كده اكتشفوا ان اولياء الامور اللي اكتر تسلط على اولادهم وديكتاتوريه اكتر اطفال ما عندهمش ثقه بنفسهم. ولا انا هنا واقفه، ده مش تسلط ودي مش ديكتاتوريه، ده رعايه. لا، في فرق كبير جدا بالرعايه، وفي فرق بان انا اديله مساحه الحريه، مساحه الاختيار بتاعته، حقه هو، حقه ان انا مثلا اختار لبس معين، حقي ان انا اختار صحابي طبعا، وانا اوجهه. لكن مش حقه انه ما يعملش الديفوار، او لا، مش من حقه الواجب يعني، لا، او مش من حقه انه ما يبقاش ده موضوع متابع. حلو، لا ده موضوع حلو قوي. طيب هو انا امتى ابني هيخاف على مصلحته؟ لما احسسه ان هو لو انت ما رحتش عامل الهومورك بتاعك او عامل الواجب بتاعك، فهتبتدي ان هتتعاقب، فيبقى شكلك وحش فمش هتبقى ناجح. ولا افضل وراه اعمل، خلي بالك ورا الطالب كتير والطفل كتير ما بيعتمدش على نفسه بعد كده. بالعكس، ده انا اسيبه اول مره يروح من غير ما يعمل واجب عشان يتعاقب ويجي متضايق، مش ما يعملش واجب. هو انت يهمك يبقى ابنك عنده شخصيه ولا يهمك يبقى شاطر؟ على فكره اللي عنده شخصيه هيبقى شاطر، بيبقى شاطر مش العكس. وارد يبقى شاطر وضعيف الشخصيه، وكتير بنشوفها، بدليل هتلاقي فيه دكاتره كتير مش ناجحين، ما عملوش اي يعني اي نجاحات تذكر في حياتهم. عشان كده لازم نعرف ان الطفل احنا بنربي فيه شخصيته مش التعليم. الاهم عندي الشخصيه عشان يبقى ناجح في حياته، مش بربي التعليم اللي هفضل وراه لحد ما بقى انا طفل عنده ضعيف الشخصيه وما بيقدرش كمان يعمل علاقات اجتماعيه، مستني ماما تقول له يعمل ايه وما يعملش.